هذه منطقة الصناعة القديمة مقابل جامع أبو زعيان. شنو معاناتكم هنا؟ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نشكر الموصلية. حقيقة الموصلية تعبت ويا أهالي حي الصناعة من يوم 25/3 من تحررنا من قبل القوات الأمنية، وهي متعاونة ويانا. لكن شوفوا هذه معاناتنا، مثلا هذا الأوساخ اللي هي بشارع جامع أبو زعيان الثاني اللي ينزل على رأس الجادة، ما وصلونا لا بلدية ولا أي تعاون من قبل المحافظة أو البلدية. هذه من جانب. طبعا هاي الناس اللي جاي ينظفون هذه على حسابنا، عمال مسكناهم ونريد بس ننظف المنطقة لأن ما حد يجينا. أما بالنسبة للماء، هذا المي ما وصلنا، يمكن المي إذا تشوفونه هسه واصل جامع أبو زعيان بس لحد الآن ما وصلنا. ليش؟ لأنه مقطوع. بس إحنا نطلب من الأستاذ يلسن مدير الماء أن يتعاون معنا، لأنه أكو منظمة راح تجينا إن شاء الله وتربط مينا من البابلي باتجاه الصناعة القديمة. أما الكهرباء، فالكهرباء أي شيء ما وصلنا، سواء عمل أو صيانة، أي شيء ما وصلنا. مع العلم منطقتنا الصناعة القديمة تقع ما بين منطقة باب سنجار وما بين موصل الجديدة، ومن جهة الغرب تحدها شارع بغداد. فنطلب من المسؤولين أن يتعاونون معنا. أخوي أول معاناتنا الأنقاذ هاي كلها لازم تنشال، الريحة شتلتنا. ثاني واحدة معاناتنا الماي، الماي بعد كله 50 متر ماكو. ذيك البيوت بيها المنطقة ما بيها، شنو السبب؟ هو تشكيل بوري كله 20 متر. ايش اسم المنطقة؟ الصناعة القديمة. شنو انتم ما عندكم ماي؟ عندنا حق، ما جينا المقابلين نعدهم، واحنا حيلنا ما عدنا، يعني ايش بس يربطون ويجينا ماي. ما صعبة. احنا المشروع مالنا من المستشفى، المستشفى كلها مضروبة، ما يجي. هاي على الاقل مني انا، على الاقل خليه يربطونا. هيا له مقابيلي من باب سنجار، من باب سنجار لو يربطوه كان جانا ما يدحق. هسه احنا متبهدلين يوميا، نقول ايش عندنا يوميا قد تجيب ميه؟ يوميا خطرتين ثلاثه كفيكم والله دوبها. منظمات بعد هذا شنو تقشر صالح ما يبي، بس اشني الا وصخ الا فلتر فلتر يلا شويه ينضف. اسم المنطقه صناعه القديمه. شنو معاناتنا؟ والله معاناتنا اول شيء الرئيسيه هي الماي، يعني هاي الفرعين هاي بس، الباقيين الفرعين اشنو ذنبنا؟ يعني احنا يعني مثل ما يقولون نتنخاهم نخوه اخويه، اتركنا من السياسه ومن اي شيء، وانما اريد فزعه من عندهم، فزعه انسانيه. وثاني شيء اريد الكهرباء، اريد التنظيفات، هاي هذا اللي نطلبه منهم، ولا كل شيء ما اريد منهم. الله وكيلك.